هذا يا مرحوم البي. لا 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 أريد لساته عايش الله يطول عمره. سيدي الرحمة بتجوز على الطيبين والميتين. أي والله بتجوز سيدي. الله يخلي لك الوالدة. لا لا الوالدة متوفية الله يرحمها. هتعيش يا سيدي الله يخلي لك أولادك. ماني بتجوز أنا. الملخص أنا بعون الله متهون على الحج والمحمل الشريف رح يمشي بعد كم يوم بإذن الله. يا سلام عليك، إن شاء الله تروح وترجع بالسلامة ويكتب لك التوفيق والسعادة بهالسفرة بيت الله الحرام والأراضي مصطفى عليه السلام. الله يا كبير الله يا ربي. صحيح أنا مو من طبعي الحسيدة، بس أنا فعلا والله بحسدك على هالسفرة، بحسدك والله. يطعمني إياها ولا يحرمني ويسر لي إياها ويكرمني يا ربي. ربي يسرها. آمين يا رب. الحاصله أخي أنا عندي عقد ألماس إيراني، احترت وين بدي أودعه. بالصدفة سألت ولادين الحلال قاموا دلوني عليك. مين هالجماعة بلا صغرى؟ والله ما عاد اتذكر بالضبط، بس ما شاء الله كان، ما شاء الله كان حولك وحواليك على السمعة الطيبة والعطرة بين الناس. أخي شغلتي عطار، عطار أنا، يعني من باب أولى إني عطر صيتي قبل كل شيء. صحيح، هي معك حق فيها. أخي أبو كامل أنا حابب أودع العقد عندك لوين ما ارجع بالسلامة، بقى شو رأيك؟ على عيني وراسي، غالي والطلب رخيص، وأنا كرامي لجدك، والله ومحبة لأبوك ما يحبني اليوم، رح لبي لك طلبك. وين العقد أخي؟ وهي العقد يا سيدي، تفضل، شوف أبو كامل، شرف عمي. ما شاء الله كان على هالعقد ما أحلاه، خزيت عين على صنع دقيقة وعلى هالتوصيع المتقن. يعني قديش شفت عقود بحياتي أنا، شفت تي 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 شفت، بس مثل هالعقد لا شفت ولا عين رأيت. شوف لك شوف أبو أمين عم يتلامع ملامع وعم يضهج ضهج. ومنشان هيك أنا خايف عليه وحابب حطه بيدين أمينة. إيه سيدي ولا يهمك، أنت وصلت لحضن أبوك وأمك. إيه سيدي وشو بيطلع إجرة وداعته أنا جاهز. لا لا هيك رح أزعل منك يا أبو أمين. ليش أبو كامل؟ المعلوم لأنك نزعتها هيك، بقى خليك أكابر بعيني مثل أبوك وجدك ولا تشرشح ذكراهن عندي الله يحن عليك. طيب يا سيدي مثل ما بتريد، بس أنا إلي طلب عندك. روحي فداك أمور أبو كامل. بدي الهدية الموعودة. ها أمور وشو بتريد؟ أنا حاضر. بدي تمرة، تمرة صغيرة يتبلغ فيها من أرض المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو معلش نواة تمرة أو بلحة مصمصها هيك بلساني حتى أتبارك. هاي هي الشغلة؟ ما بدي أكثر من هيك. وينك؟ وإذا ما صحت لك النواة، لأنه بجوز ما صحت لك مثلا أو هذا، واستثقلت حملتها مثلا، جيب لي صفة تراب من هنيك أو نجا سطين مقصبة حتى لحبسها وتنتعش أوصالي. ولا يهمك، طلبك مجاب وغرضك رح ينجاب. لا تأخذني مشان الله، ما سألتك شو تشرب أخي؟ تشرب على الأسوس؟ مسك هذا. ولا ضيفك راحة الحلقوم مع القشطة؟ ما بدي إلا سلامتك. لك شو بدك في سلامتي هلأ أنت؟ شو بدك في سلامتي؟ سلامتي ما رح تطفيدك الشوبة. تعي يا زكريا، زكريا أبوام الله يرضى عليك، وصينا على كاسين على الأسوس باردين وقبب الرخوة عليهم وكتر مسك الله يحنن عليك. وراح بقى سيدي أبو أمين للحج ونسي أمور الدنيا وحط بين عيونه ذكر الله، وكانت حجته لهالزلمين ميسرة بحيث انه ما طول بالحجة كلياتها شهر ونص، واول ما طبت رجله تراب الشام، دعسة تراب الشام، اتوجه من فوره لبيته واستقبلته مرته بقى سيدي بهالهيصة والافراح والزلغيط، وزينوا له الحارة بالسجاد وشجر الكينة. ولما اصبح الصباح حمل هالزلمة درب طريقه وراح لعند أبو كامل مسلكي حتى يرجع العقد الألماسي ويخلص من هاللبكة. لم أدري ما طيب العناق على الهوى حتى ترفق ساعري فطاقي. السلام عليكم. مرحبا أبو كامل. أهلا وسهلا. عليك السلام. مو شو مرو؟ شو بالظاهر ما عرفتينك أبو كامل؟ لسوء الحظ ما عرفتك. والحق بإيدي ها، شو بده يتذكر الواحد يا أخي ليتذكر؟ يعني إذا قلنا
باليوم الواحد بيمرق لعندي شي 50 زبون وزبونة، معناتها بالجمعة بيمرق علي على دكانتي يعني 50 × 6 300 شخص، بالشهر 50 × 26 لأنه معلومة بنعطل نحن نهار الجمعة، بيطلعوا يا سيدي من لأنت بيطلعوا. لك شو عم تطرح وتجمع؟ أنا أبو أمين ماسك خاطر ما عرفتني؟ لا والله مع الأسف الشديد ما عرفتك، مع انه انا بمسك خاطر ان شاء الله لقطة بالطريق، بس بصراحة والله ما عرفتك حتى امسك لك خاطر. هلا الله يرضى عليك يا ابو كامل، قيمني من مسحك الغليظ وبارك لي بالحجة. على عيني وراسي، اذا كنت حاجز وراجع ان شاء الله هيك، ان شاء الله هيك عقبال العودة يا ربي، ويجمعنا مع الطيبين على عرفات بجاه كل مين له جاه عند المصطفى العدنان والرسول المجتبى. واذا كنت حابب تشتري من عندي فاهلا وسهلا ومرحبا، دكانتي مفتوحة لك حبيبي. لك شبك يا ابو كامل، شايفك ما عم تجمع. انا عبد الرؤوف محمد زين ماسك خاطر، وبتعرف ابي وبتعرف جدي وامي من بيت النعيان وانا من حارة الاوليا. كل الناس على عيني وراسي، سبحانك يا ربي ما اكتر خلقك. لا هيك رح ازعل منك ابو كامل. لك اخي روح تيسر بدربك، الله يرضى عليك، وخليني اعرف السبب، الله يحن عليك. امنت بالله؟ معقول؟ روح. لكن وينك؟ عطيني عقد الالماس والله يصطفل فيك على هالملقى. شو عم تقول؟ عقد شو؟ عقد الالماس الايراني اللي ودعته عندك قبل ما سافر على الحاج. ها حبيبي الله اكبر، كمل النقل بالزعرور. شو قلت بدك مني اخي؟ عقد الالماس. اخلاص وطلع من هالبواب، شقفت محتاج. يلا من هون، يلا من هون، يلا عوام. ولك شو عم تحكي انت لك ابو كامل؟ عيب عليك، استغفر ربك. لك امشي من هون يا محتال قبل ما ارفسك رفسه برجلي كسر ضلوعك فيها. امشي من هون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك روح اغمي بلاك على غيري يا مفتري، ما لقيت إلا أبو كامل مثلكي حتى تستوطي حيطه. يخرب بيتك، يخرب بيتك ما أوقحك، مفكر كل طير بيتاكل لحمه أنت؟ لا حبيبي ما حذرت، أنا أنا يعني غراب، لحمي مر وعظمي صوان. اللهم نزل السكينة على نفسي ولا تخليني دق بخواني ومش جوزته، اللهم لا تخليني أتل قتلة يا رب. لك شو عم تبردر انت يا عمنطجي؟ شو عم تبردر؟ يلا من هون امشي، بدربك خلصني، يلا امشي، ما بقى علينا الا روح من هون. خير ابو كامل. شوفي مين عم يدايك يا ابو كامل؟ لك تعالوا شوفوا زبون العوافي العمى شو محتال، قال الاخ كان بالحج ووضع عندي قبل ما يروح عقد الماس. يا عمى على الوقاحة، معقول؟ العمى ضربك ضرب، ما لقيت غير ابو كامل تتلبس وتفتري عليه؟ ابو كامل بركتنا والناس بتحلف براسه. لحظة يا جماعة، ليكون هالزلمة مجنون، حرام عليكم، خدوه على قد عقله. جننك وحدة تسهل امرك، انا مجنون ولا؟ لا حول ولا قوة الا بالله، رح يطيروني الحجة. لا وعامل حاله حجي كمان، شوفوا بايش عم يتستر هالمغضوب الوالدين. هيك عم تحكي ابو كامل؟ بسيطة، الا ما نتواجه وانا بفرجيك. لك شو بدك تفرجيني انت؟ ريتك تصير للناس فرجة الهي. شوف يا ابو كامل، انا صاحب حق والحق ما بدي عند رب العالمين. لا وابط حاله انه حجي، اسمعوا شلون عم يحكي وكأنه صحابي جليل او شيخ اسلام. بسيطة، منتواجه يا ابو كامل. روح العنا ضربة حل رقبتك حل. العمى شو وزع زي؟ شو وزع زي؟ هيك بيتبدلوا العالم. ما تزبد انا ابو كامل. طول بالك. شو بهز بدني والله يا شباب، ما بنعي يمين. انتم بتعرفوني تماما يا ابو كامل. الناس اشكال والوانك يا اخي. سميحة، يا سميحة. خير ابو امين؟ راح يطير لي عقلي يا الزلمة. والله ما عم اصدق. معقول ابو كامل مسلكي يطلع محتال؟ مو بس محتال، هذا ارباطي بلهموطي ازعر. لك ما بيهمه وجدان ولا عنده ضمير. وشو نويت تساوي؟ وشو بيعرفني؟ وفوق كل هالشي التموا الناس علينا وطلعت انا بنظرهم المفتري المتبلي وهو النعجة البريئة. طيب شو الحل برأيك؟ والله شي بحير. شو الدنيا فلتانة؟ انا ما اكون محلك فورا بروح لعند الوالي وبشتكي على ابو كامل مسلكي. والينا الله يديم عدله فينا، ما بيهون عليه حدا ياكل حق حدا. لك صحيح، بس المصيبة أنا ما عندي شهود، لما سلمتوا العقد كنا لحالنا أنا وياه، يعني بالمختصر حشتي معدومة. بجوز، بس أنت صادق، والصادق إلا ما ينجبر خاطره ويرجع له حقه. يعني قلتك اضرب الطينة بالحيط وروح لمولانا الوالي؟
ما عندها غير هالحل، لأنه القاضي تبعنا تشتوش وبيبلع، وشو ما إجا ما بيقول لا، ومستعد يقلب الباطل حق والحق باطل. لا تذكريني بالقضاة، حشا إبليس صايرين مثل مشلحين، عين فجعانة، ضمير نايم، إيد ممدودة. لك صدق اللي قال فيهم قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، فحسبك أنهم لو صافحونا لسلوا من خواتمنا الفصوصا. أصبح مالك غير حكمة والينا، وعدل الوالي معروف وإله فراسة ما بتخيب بالناس. ما في غير هيك، ما بيلي حل غير هيك. السلام عليكم. السلام. يعطيك العافية يا حباب. أهلا الله فيك. أهلا وسهلين. ممكن أقابل رئيس الديوان؟ أتفضل. أهلا وسهلا فيك. شكرا. نهارك مبارك بالصلاة على الرسول. يا أهلا وسهلين. تفضل. شكرا شكرا. مور. ما يأمر عليك ظالم. الحقيقة أنا جاي اشتكي على إنسان ودعت عنده طوق ألماس نكروا عليه وبهدلني وسبني قدام الناس، فما في غير جناب الوالي ياخذ لي حقي منه، فممكن اتشرف مقابلته؟ أنت اعمل لي عريضة بالموضوع وأنا بقدمها لجنابه، والله يقدم اللي فيه الخير. أمرك يا سيدي. اكتب قصتك على ورقة وأنا راح أدخل لك إياها لجنابه فورا. الله يبارك فيك ويعز أصلك. وينو أبو أمين؟ واقف في الباب مولانا. خليه يتفضل. ادخل يا أبو أمين. السلام على مولانا الوالي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو أمين. الله يعزك بعزه ويخليك لهالبلد. أنا قريت دعواك بالعريضة وتعجبت من نفس هالعطار المريضة. إيشو مفكر الدنيا فلتانة ولا الاحتيال صاير فريضة؟ هذا اللي صار معي يا سيدي، ما بزل عليك بحرف واحد. أنا لمست الصدق بكلامك، وخاصة إنك راجع من الحج جديد، ولهالسبب أنا قدامك وطلوب مني شو بتريد. يا سيدي ما بدي من جنابكم إلا إنصافي وإرغام أبو كامل مسلكي على إنه رجع لي طوق الألماس. المشكلة إنه ما في عندك شهود، وهالإنسان طبعه مثل اليهود، بيحب يقبض ويبتز الناس وكأنه بمال الخلق موعود. صحيح يا سيدي، ما كان حوالينا حدا، سلمته طوق الألماس من راسي لراسه. شوف يا أبو أمين، بدي منك تنفذ اللي رح قلك يا بالضبط بدون زيادة ولا نقصان، بلكي إذا جربنا هالتجربة بناخد منها نتيجة. أنا بأمرك مولانا، بس أمور جنابك. بتروح بكرة على بكرة وبتقعد قدام دكانته من الصبح للمساء، يعني إذا كان في دكة مقابل دكانه أو مصطبة بتقعد عليها، وإذا ما كان في بتجيب معك كرسي أشواطي وبتقعد عليه، يعني بدي إياك تلزق قدام دكانته من أول ما يفتح الغلاء هيك لحتى يسكر. وشو بدي أعمل وأنا قاعد يا مولانا؟ لا تعمل شيء، بدي إياك تقعد قاعدة المتسكعين والتنابل ولا تحكي معه ولا حرف. طيب بركي حاكاني سيدي. ولو حاكاك، حتى إذا حاكاك لا ترد عليه. وبركي قلعني من قدام دكانته مولانا. ما بيسترجي، لأنه الطريق مو ملكه، الطريق ملك عام للناس. وفوق كل هاد بدي اياك تكرر هالتصرف 3 أيام ورا بعض، وباليوم الرابع رح مر لعندك وسلم عليك. الله يبارك فيك يا مولانا، عم تخجلوني هيك. المهم اوعى تقوم على حيلك لما بتشوفني، واذا سلمت عليك بتسلم وما بتزيد حرف واحد فوق رد السلام، واذا سألتك شي سؤال بتجاوبني على قد السؤال، وإلك كل الصلاحية بالتكبر علي والعجهية. استغفر الله العظيم، العين ما بتعلى على الحاجب. مثل ما عم قلك، وغير هيك ما بدي منك، مفهوم؟ مفهوم يا مولانا، وإن كنت ما بعرف المغزى. مو ضروري تعرف المغزى، نحن رح نعمل تجربة وإن شاء الله تنجح. أمرك مولانا، الله يديم عدلك فينا ولا يحرمنا من حكمتك وبصيرتك. مع السلامة، الله معك. شربوا شاي بالديوان يا أبو قاعي. أمرك مولانا.
صباح الخير ابو كامل. صباح الخير. شو شايف زبون عوافي يبلط قدام دكانته؟ لك شايف ما اوقحه شايف؟ ان شاء الله يبلط على النار جهنم الهي، يطعمني ولا يحرمني. وليش قاعد هون؟ شو بده بالنار؟ شو بيعرفني؟ ليكون بده يصالحها. فشرت عينتين قال يصالحني قال ما فشها. نالين 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 غنيني شوي شوي غنيني وخدعيني غنيني شوي شوي غنيني وخدعيني غنيني غني وخدعيني. لك لك شلون عم يغني المعوص ولا على باله؟ ومضى اليوم الأول وأبو كامل مسلكي عم يتعجب من أمر أبو أمين ماسك خاطر، إنه ليش قاعد هالقعدة المزرية قدام باب الدكان مثل القطاط؟ وسكر هالعطار دكانه وراح لبيته وهو مغطاز ومحمود، وصار يحكي هالقصة لكل جيرانه بالسوق. ولما إجا اليوم الثاني قعد أبو أمين ياكل فلافل ويشرق لبن قدام باب الدكانة ويوسخ ويزبل ويرمي، وبينه وبين نفسه بأمر الوالي محمي. ولما إجا اليوم الرابع إجا صاحبنا أبو أمين مثل العادة معه كرسي هزاز نجعص عليه بنص صقاع ونصب أرجيلة قدامه وعلى الشف طمص، وأبو كامل رح يجن جنونه من هالحالة. يا ملك قلبي بالمعروف حبك واني تعال وشوف. يا ملك عين يا ملك واخرتها هالحالي معك واخرتها لانت بدك تضل مبلط قدام دكانتي وعم تزبل. يخرب بيتك ما اوقحك. يعني شو نجيب لك؟ يعني نجيب لك تخت حتى تنام عليه بالاراضي؟ فرت لك رجليك؟ يخرب بيتك شو مدبسيح؟ يخرب بيته وبيت بيته. روح يا مالك يا مالك يا مالك. لا حول ولا قوة الا بالله، فعلا انه الجنون فنون. بالمعروف تطلب يا الراس على المدينة حبك واني تعال وشوف. جناب الوالي يعبر الحي في طريقي إلى ديوان الحكم. السلام عليكم يا حبيب القلب. أهلين بضاي. إيه قسما بالله إني مزعوج منك كومايات. إيه معقولة يا منظور تروح على الحج وترجع وما تعطيني خبر لحتى أقوم بواجبة؟ هذا اللي صار، ما كنت فاضي. افهمنا ما كنت فاضي، بس الإنسان إلا يلاقي له ساعة من وقته يزور فيها محبينه. لا تأخذني نسيت، الحجة الثانية ببقى بمر لعندك، اللي أشوف. لساته شغلك والي ولا غيرت الشغلة؟ حاكم ما عم بفضى تابع اخبارك. اي والله لساتني بمطرحي. بعدين من شهر كنت باسطنبول وسألني السلطان عنك وبيسلم عليك كتير. الله يكتر المحبين. يلا بخاطرك لكان اخي ابو امين، وامانة اذا بدك مني شي قلي. ها لما بدي منك شي ببعت لك خبر تجي لعندي. طيب يلا السلام عليكم. وينك؟ امور. ابقى سلمني على السلطان اذا سأل عني، وإذا ما سأل عني لا تقول له إنك شفتني، ما بحب حدا يزعل مني. تيسر لشغلك. ولا يهمك يا أبو أمين ولا يهمك.
ابو امين. لك تسلم لي هالقعده، تسلم لي هالقعده على الكرسي ما تبلى، تسلم لي هالهيبه وهالوقار هذا، ولك تسلم لي الارجيله اللي بتمك. والله مشتاق لك يا رجل. شايفك شو بدك؟ انا شو بدي لك؟ ان شاء الله برا محجوجا، حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وعقبال العوده، العوده باذن الباري. اهلين. تعا تعا قوم قوم تركب. والله هلا ببعث واحد يجيب لك اياها لجوا. تعال لعندي الي حديث معك. تعا تعا. صحيح قبل ما انسى هيك وتاخذنا الاشواق والعواطف، انت كنت ودعت عندي يا ابو امين طوق الماس غالي تمن كثير، بس ذكرني بايش كان ملفوف يا ترى؟ بقطعه قماش بروكار. اوه صحيح صحيح، عم اقول لمين هاللفلوفه؟ بريها الك. سبحان الله سبحان الله، ما بضيع حق ولو بعد 100 سنه. لحظه صغيره، الله يخلي لي اياك يا ابو امين، لشوف لك يا يمكن بالجره حاطه انا. يلا تفضل اخي ابو امين، هي امانتك وان شاء الله بتضلك سالم انت وبلادك وعبالك. مزبوط. يلا السلام عليكم. وينك وينك؟ بدي منك شغلة. ها شو هي بقى؟ يستر حريمك يخلي لك ولادك، اذكرني بالخير قدام جناب الوالي. خليه يذكرني. شو فيها؟ ما بينضل.